Allahu Akbar! Allahu Akbar! هذيك الدخيرة كل مقطع هذه اشفع اثار حفرة اثار التراب تحرك هذا التراب حركين حافرين وراتمين حاويات الله اعلم شنو يطلع فيهم مازال ما شفناهم هذه غابة النصر هذه هذا حفر الجرذان كانوا هنا هذه الجرذان كانوا يحفروا هنا وحافرين جرذان القذافي راتمين حاوية مش عارفين تنفع خنادق كتائب خنادق كانوا يتخندقون هنا كتائب كانوا يتخندقون هنا قاعد في 14 ونص وانا هنا قاعد في 14 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا خندق من خنادقهم هذا مكان يختزن هذا السطاح مكان يختزن فيه لنا من فوق غابة ومكان فيه أطفال وأبناء من تحت كلها ألغام وتفجيرات وأسلحة وذخائر بعمق متر أو 2 متر أو 3 متر تحت الأرض يا الله هذا مكان ممتاز بدل ما أن العائلات يقوموا بالنزهة فيها أو شيء جعلها كلها أماكن ذخيرة هذا السفاح لكن نتحسب الله عليه كمامات يا مصطفى كمامات يمكن كان بيستعمل غاز الخردل ربي ما لحقاش كان بيدمر طرابلس ربي نصرنا عليه في الشهر الكريم في العشر الأواخر في العشر الأواخر تم اقتحام باب العزية فضل ربي العالمين وتمشيط غابة النصر الصواريخ عن بعد أجهزة هذه جهاز تحكم بالصاروخ عن بعد أجهزة مخابراتية الجهاز هذا للتحكم في الصواريخ عن بعد هذه أسلاك تابعة لجهاز الكوابل وهذا الجهاز بحد ذاته يعني كائناتنا وجدناها مدفونة بعمق حتى هي من 3 إلى 4 متر تحت الأرض هذا سلاح القناة توه هذا الله أكبر منا أخوي هاك الله أكبر هذه كمامات كان بيستعملنا غاز الخردل الغاز الخردل هذه كمامات في الكمامة جديدة قاعدة هذا هو ربي قيد لها فريتها في الشهر الكريم السحار كان بيستعملنا غاز الخردل هذا مديرها آخر شيء في طرابلس بيستعمل الغاز الخردل هذا كان حكم إبادة جماعية كان ببيتنا جماعيا طرابلس ولكن الله كنا كنا أسرى فضل من رب العالمين تحرر طرابلس بالكامل وهرب الجرد وهرب الجرد الذي يصف الناس بالجردان كمامات جميع الانواع حديثه اموالنا وين ماشيه هذه فلوسنا الليبيين مرتباتنا اللي حاجزهم عنده يعطينا 200 دينار في الشهر هذه حاويه مردومه ركز واحسن من كفلات هذا المكان كان يستخدم لدس الذخيرة تحت الأرض هذا المكان كان يستخدم لدس الذخيرة تحت الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قمنا بتشطيب المنطقة متاعها ولقينا الحاوية هذه فيها ألغام تبع الكتائب القذافي كان يحاول يلقم بهم الغابة بالكامل هذه الغام بلاستيكية محرمة دولياً هذه الغام بلاستيكية محرمة دولياً هذه حتى بالأجهزة البسيطة ما تطلعش هذه مدير صلاة العام دار الغام للأطفال في الغابة هذه مجيبها لنا في العيد هدايا العيد هذه هدايا عيد الفطر
متبعين هنا المتزقة في الغابة. لا إله الله. هذا اسمه ضيق الدخيرة طبعا. شوف يدمر الشعب. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذه أرجوشية وهذه بتاع قوارض. قوارض أرجوشية قوارض ومنها شلاش ناس شلاش مكروم وغيرها من الأسلحة المتطورة. وجدنا حتى العديد من الأسلحة الغازية السامة. هذه تموين المرتزقة. هذا وين كانوا يخزنوا في تموينهم لمدة شهور قدام، لمدة شهور، لكن بفضل الله سقط هو والمرتزقة اللي تابعنا، وكلها بفضل رب العالمين. بس صناديق الدخيرة غابة النصر معبد صناديق أسلحة ودخيرة. هذه صناديق دخيرة، صناديق أسلحة ودخيرة، أسلحة حديثة وجديدة، جميع أنواع الأسلحة، كلاشينكوف، فن، جميع الأنواع الأسلحة موجودة جايبها. قوادف مقر إقامتهم هذا موجود هنا، هذا مقر الهنجر هذا. كيف انتظرنا؟ والله هذا مقر التكن الذي يتم بالتكييف متاعها ودنيتها نبيت به إقامة المرتزقة بدواليبهم. مرتزقة ها السر جوزيه ملابسهم هاي ملابسهم ملابسهم العسكريه مرتزقه تموينهم الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر واضحه لبس تفريقي واضحه لبس تفريقي الالوان نعرفوا الافارقه كيف يحبوا الوانها هذه واضحه لبس تفريقي هذه لبس مرتزق هذه كاتبها احد المتطوعين كاتب ذكرى من شباب المتطوعين في اقامه في مكان لاقامه المرتزقه ذكرى من شباب المتطوعين الذين ضحكوا عليهم كاتبين هم ورموهم ولم يسألوا عنهم الموافق 18/8/2011 على تمام الساعة 1:43 مساء هي ظهرا كاتبين مساء وكاتبين صورة الإخلاص وكاتبين الثلاثي الشرك اللي يهتفوا به دائما الثلاثي الشرك هاي صور واضحة الثلاثي الشرك اللي يهتفوا به كاتبين النصر والاستشهاد لكن هربوا هم لانتصروا واستشهدوا منتصرون منتصرون وهم منهزمون والله اكبر الله اكبر ولله الحمد شهر يوم اللي هو 11/8/2011 وهذه 18/8/2011 ذكرى شكلها ضميره تحرك فيه ولا شاف الذين ضحكوا عليهم ورميهم ولم يسالوا عليهم هذا شكلها شاف لان هم يديرونهم في المرتزقه وراهم لما يقاتلوا اللي يجي بينصح بيقتلوا المرتزقه هيك مدايرين خطتهم كانت هيك والله أكبر ولله الحمد النجر هم كاتبينها كولوما اسمع يمكن اسمها كولوما وهذه صوبة تقريبا يقصد سبها من النجر يمكن جايبينها من سبها هذه نجرة هذا النجر هو شكله مرتزق هو يمكن يكون القائد مرتزق يمكن يكون القائد مرتزق كاتبها هذه غابة النصر اللي كانت مقر شركة كانت مقر شركة عمر في البلاد حول لمعسكر حول لتكن للمرتزقة أثار المرتزقة في كل شبر من غابة النصر هذه أثار المرتزقة هذه بقايا ملابسهم ما لحقوش حتى حوايجهم الحبل بقايا ملابس جبناء واضحة سراويل مرتزقة واضحة فارقة ما يلبس شباب ليبيين الله أعلم شفت السيارة ما عندناش من يلبس الألوان هذه كناتيرا تاع كتاي أشبع قبعات قبعات علقنا عليها بس ولاد تكثروش الكلام بس هذا مرتزقة قبعات الصفراء اللي طلعت في بنغازي والبيضة ودرنا قبعات الصفراء الله أكبر ولله الحمد هذه سراويل ما هذا اسمه ذا الدخيرة طبعا دخيرة ثقيلة طبعا وعيار ثقيل الله اكبر ولله الحمد مرات الشركات اللي كانت تبي تعمر البلاد مع معسكرات وسكنات خرج ذخيرة هات خشهم كلها قاعد ها خرج ذخيرة ملابسهم ملابسهم العسكرية ها ملابسهم حتى حرام واحد حتى شدها بيدي هاي
الله بالعالي. الله بالنجمة هنا. هاي سيارة. هذا وريك. مش هذا التوحى صورتنا ما دي عمي معاد. الدخيرة جميع أنواع الأسلحة جايبها لنا. هذه سيارة خميس من الطاغية. الله أكبر. الله أكبر. سيارة مصفحة. سيارة مصفحة. سيارة مصفحة الرصاص. سيارة مصفحة فلوسنا وين ماشيات. هذا رزق الليبيين. شاريين به افخم انواع السيارات. اصلا عايشين كانوا في احدث سيارات هم كانوا عايشين في سيارات. شبن يقول السيارات مصفحه شبن. الله اكبر يا ولاد. الله اكبر يا ولاد. الله اكبر يا ولاد. سماحاشا سراديب وسيارات مصفحه منازلهم سراديب. اسوار غير عاديه. اسوار محسنه. طف هذا مالنا ليش مالنا؟ هذه سيارة خميس معمرة. هذه سيارة خميس. هذه سيارة خميس من الطاغية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خسرنا عليه بالتكبير. الله أكبر. ربي مالك غلط النصر. ما يعرفش ربي. شاف مسجد باب العزية ما لقيناش مسجد ما عندهاش نهاية. تحمنا من أول يوم ما لقيناش مسجد لعند اليوم يدوروا في مسجد ما فيش نهاية. سألنا واحد من الجنود اللي كانوا يخدموا عنده قال ممنوع الصلاة داخل الباب العزية ما كانش حتى يصلي هو شخصيا. يا الله يا الله منصورين إن شاء الله يا ولادي. هذا واحد من هذا مرتزقة. هذه أثار قتالة. هذا ما يصرب اللي كانوا واضعينه وهذا ما يصرب. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. خسرنا عليه بالتكبير. الله أكبر. 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 الله أكبر.